أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن انتهى شهر رمضان فإن حق الله لا ينتهي إلا بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله هو رب رمضان، وهو رب شوال، وهو رب جميع شهور السنة، فاتقوا الله في كل الشهور، حافظوا على دينكم. أننا وقد ودعنا شهر الصيام، إلا أن بتوديع شهر الصيام لن تودع الطاعة، الطاعة باقية وعبادة الله إلى الموت. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده.